بتروح انت كمواطن اردني بتكون مأمن على سيارتك تأمين اجباري الزامي طبعا، لا قدر الله تعرض لحادث او بلزمك التأمين، بتروح قال ما هي الشركة فلست وسكرت. نعم، طب كيف خليني أأمن في شركة فلست من سنتين والله فلست، طب وانا شو اعمل في حالي؟ هذا الملف كثير بوصلنا شكاوي منه، اللي هي شركات التأمين المتعثرة. مين فتح هذا الملف تحت قبة البرلمان؟ سعادة النائب ينال فريحات الذي ينضم إلينا. سعادة النائب صباح الخير. صباح الورد. الله يعطيكم العافية ينال. بدنا نسمع سعادة النائب وجهة نظرك في هذا الموضوع، شو القصة؟ والله أخ طارق، يعني زي ما أنت ذكرت تجيك شكاوى، أنا وصلني كثير شكاوى وهذه من سنوات، يعني مش شغلة جديدة. صح. بأنه والله يعني لا سمح الله، لا سمح الله أحد مستمعي مزاج بأمان الله بالطريق حادث، أوكي عادي قضاء الله وقدره بتصير يعني. تمام. لكن الحق على الطرف الآخر، أنا بدي أروح أصلح القانون ضمن لي حقي عن طريق التأمين الإلزامي، بروح بصلح ولا الشركة مفلسة وإبلاش وموضوع شكات وإلك حق. صح. ومرات في ضربة بسيطة بس في ضربات كبيرة، ومرات خلينا أعتبر إنه في شوفير تاكسي يا سيدي، ضربة ضربة بتكلف قرشين أنا حقي. لا صحيح، هذا هذا واحد. اثنين، مرات الضربة معطلة سيارتي، يعني 1000 دينار أو معيش 1000 دينار كاش. صح. وأنا شوفير تاكسي أو أوبر أو كريم أو طنطين، أنا إذا ما فيش 1000 غير إنه ما في تصليح ما في شغل، يعني في تعطيل، وبالتالي أنا لا بأخذ تعويض ولا بأخذ كذا. ليه؟ لأنه الشركة مفلسة. طيب هسه هاي مش مشكلة اللي ضربني، يعني لأنه اللي ضربني راح على الترخيص رخص سيارته وأمن غير له تأمين إلزامي هاي الشركات. المشكلة طب ليش أنت مدام شركة مفلسة ومدام هذه الشركة مرائتها المالية فيها يعني زعزعة، وهذا يتضح من خلال الأوراق يعني من خلال البيانات المالية السنوية، طب ليش تخليها، ليش تخليها بالسوق؟ أنا هذا يعني اللي استفدت الصحيح واللي قررت أني أفتح هذا الملف ويعني أدخل فيه إلى النهاية. في شيء أخطر كمان طارق، وهو الصحيح السبب الرئيسي، يعني أنا جتني حالة حادث صار فيه وفيات. طبعا حادث مؤسف وكان في عرس وراحوا اخوان العريس كذا، يعني في كان تفاصيل مؤسف، في 7 اصابات ويمكن 3 وفيات. الان تعرف بالاعراف العشائريه مرات الحادث اذا احس الطرف الاخر اللي حتى لو عنده حاله وفاه انه مش قصده وانه ما كان بناء على استهتار ولا لا سمح الله شارب خمور ولا ولا كذا، بتقول بتعمل صلحه وبتقول انه احنا مسامحين باستثناء ايش؟ مبلغ التامين 100%. صح صح، كانه طيب كانه 20000 مبلغ تامين. ايوه بالضبط. فانت عملت النديه وبحضور طبعا العطوه، ممكن البعض يحكي هاي من الناس عليه، لا والناس يعني نازلت عن حقها مقابل انه انا باخذ مبلغ من التامين. صحيح بالضبط، والعطوه بتتم برعايه وزاره الداخليه، يعني حضور اجهزه امنيه وبحضور الحاكم الاداري وما الى ذلك. طيب احنا عملنا العطوه وانتهى الموضوع. الان انا هاي بحكي عن حاله مش خياليه، حاله موجوده. الان بنتظر المبلغ، والله الشركه مش قادره تدفع. كيف مش قادره؟ ما عندها سيوله ولا عندها ملاءه ماليه. أهلين. أهلين. فبعدين الان الطرفين صاروا بعد ما عملوا صلحه وتصالحوا واحسنوا، يعني وهذه عادات وتقاليد مجتمعنا، يعني اللي صار في جزيرة في مشاكل جديدة، لأنه صار في أيتام، صار في حالات معينة بدهم مصاري بالنهاية، على الأقل يعني ما في إشي بيعوض عن اللي راحوا، ولكن فقدوا المعيل هذول. بالضبط بالضبط. فأنت دمرتهم وبكل بساطة بتقول لي ما في مصاري. طيب رحنا على البنك المركزي، الآن كان زمان وزارة الصناعة والتجارة، لكن إحنا بنفس الدولة بالنهاية، إحنا ما بنشترك معنا وزارة الصناعة والتجارة بنك مركزي كذا، هاي في مؤسسات ودولة مؤسسات. الآن البنك المركزي هو المسؤول، بقول لك والله هاي من أيام الصناعة والتجارة وهي مفلسة. يا سلام، طب وين الدولة؟ طب وين مين؟ بغض النظر يعني إذا أنت كيف شغالة مدام فلس الشركة هاي؟ وكيف الناس تأمن عندها يعني؟ وانت كيف وكيف نخليها بالسوق؟ وكيف نخلي المشكلة تظلها متراكبة ومستمرة؟ فأنا يعني سعيت كل المساعي لإيجاد حلول، خلينا نحكي توافقية، لكن المركز بيقول لك يا عمي احنا ما معنا. طيب كيف انا، كيف انا سعادة النائب، كيف انا كمواطن لما ارخص سيارتي وامنها اتاكد ان هاي الشركة فعلا عندها ملاءة مالية؟ عدم مؤاخذة، خاصة بالتأمين يعني الشامل يعني. التأمين الشامل لا، انت هنا يعني لما بدك تدور وبدك في منافسة بالسوق كذا، انا بحكي عن التأمين الإلزامي هو الأخطر. التأمين حتى الإلزامي. الشامل يشمله يعني هذا هذا الخطر، لكن الفكرة كمان بانه بالقانون، بالقانون في قانون التامين في بند واضح على انه لازم يكون في صندوق. هذا الصندوق فكرته انه شركات التامين بتحط مصاري زي البنوك يعني. ايوه بالضبط، تامين مبلغ تامين يعني.
مبلغ تأمين. الآن هذا أنا سألت عنه طبعا وأنا عندي الإجابة يعني، لكن أنا رح أقيم الحجة على البنك المركزي في تقصير في هذا الجانب، مش مفعل. ليش؟ لأنه بتنسى على شركات التأمين. يا سلام، الناس نزعل شركات التأمين، نزعل الناس كلها، زعلنا آلاف الأردنيين وعملنا مشاكل، وجزء من أسئلتي إنه جزء منها مشاكل أمنية اللي حكيت عنها. صح. موضوع يعني لما يصير حالات وفاة وانت مش مفعل. ايضا في كثير من الصناديق اللي ينص عليها قانون التامين، يعني على الان مثلا طبعا هو في خيار التصفيه، تصفيه الشركه. لكن تصفيه الشركه في بعض الاحيان لا تكون موجودات الشركه كافيه على الايفاء بجميع التزاماتها. في بنص القانون ايضا صندوق انه اذا تم تصفيه شركه ولم يتم ايفاء جميع الحقوق من موجوداتها لهم هذا الصندوق بغطي بغطي. لكن ايضا هذا صندوق لم يتم تفعيله، ما فيه ولا كرش. انا سألت كثير في مبلغ فانا بعرف انه ما فيه ولا كرش، وبالتالي هذا كله الحقيقه احنا طب ايش احنا والله هذا هذا ملف، هذا ملف كبير بالمناسبه. يعني الحكي اللي بتحكيه خطير انت سعاده النائب. والله يعني انه فعلا شيء غريب، واحنا بنحب بلدنا وبنحب دولتنا وبنحكي دوله مؤسسات وهويه الدوله وكذا، طب احنا بعدنا اي بي سي. طيب هاي حقوق يعني حقوق ناس يعني. وبعدين المواطن كيف بعد هيك بده يشعر بالامان؟ يعني انا اذا الصناديق هاي المفروض صناديق يعني امان للناس، وشركات تفتح صناديق فارغه، انا كيف بدي اشعر بالامان بعد هيك احط ببنك حتى؟ مش بدي احط بشركه تامين بس. الان الشركات بتتحجج انه احنا صرنا نخسر في قطاع معين. هذا سؤالي بعيدا عن الموضوع اللي طرحته. هي فعليا شركات تامين تخسر ساعات النائب؟ يعني هذا هذا يدل ان الشركات قاعده بتخسر معناته. هي الشركات طبعا انا سالت كم عددها، انا عندي معلومه انها من حوالي 7 ل 8، لكن الباقي بربح. الان هي التامين هذا القطاع واضح انه زيه زي باقي القطاعات، في شركات تربح شركات تخسر، الشاطر بربح واللي اخفق في الاداره بيخسر. ف خلينا نحكي موضوع الخساره مش قدر، لكن هو عباره عن اخطاء اداريه وبالامكان معالجته. وهنالك انا عندي برضه وصلني بعد اثاره الاتصال يعني خلال الساعات الماضيه اتصالات حتى من خارج البلد قالوا احنا مستثمرين واردنيين وغير اردنيين وبدنا نستثمر في قطاع التامين وبتنشيل بعض الشركات المفلسه. طب انا سالت ليش ما تعمل واحده جديده؟ بقول لك اوفر، يعني تشيل واحده خسرانه اوفر من انك تبدا من اول وجديد. ومع هيك في برضه بعض التعقيدات لتسهيل دخول المستثمرين لقطاع التامين، وبده يشيل لك الشركه وبده يشيل التزاماتها. يا رجل احنا انا مش فاهم وين تجي الاستثمار اللي بنحكي عنه، اقسم بالله. يعني على القصص اللي بتوصلني من مستثمرين وهي اللي حضرتك بتحكيها ساعات، ان مش فاهم انا وين تشجيع الاستثمار، او شو منطقنا في تشجيع الاستثمار احنا؟ بعدين احنا من وقت بنفكر المشكله السياسيه. طب هاي سياسه يعني، هذا موضوع مالي اقتصادي. صحيح. طب انت شو مصلحتك كمسؤول انك تعطل؟ ما بعرف. يعني انا امبارح اتصال يمكن اكثر من ساعه مع احد يعني المحامين والقانونيين، وقال انا جبت المستثمر، انا جبته. بقول لهم يا جماعه انتوا ماكو، يعني احنا بدنا ننتشل شركه مفلسه وبدنا نعطي الموظفين، لسه في مشكله انه في موظفين بدهم رواتب وفي كذا 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 عائلات صحيح وعندنا مشكله بطاله بعقدوها بطل يعني يشتغل. ايوه يعني جاي طب هو بده يربح بعدين. طبعا بده يربح، انت زعلان بده يربح. عندنا عقليه انت تضحك علي بدك تربح بعدين. طيب هاي مثلا بدي اربح طبعا. خلص وصلت الفكره سعاده النائب، كل الاحترام والتقدير. وهذا الملف يعني انت طرحته الان بين ايدي الناس، تسمعات كل الاحترام سعادتك، شكرا جزيلا. شو رايكم في الموضوع؟ ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.